تحسين بيك صحته منيحة كتير، بس واضح انه عم يعيش نوع من الاضطراب النفسي. شو يعني؟ يعني شي مرتبط بماضي المريض المأساوي. منقدر نقول انه انهيار هوية او فقدان وعي. احتمال انه عاش من قبل صدمة كبيرة سببت له هالشي. طيب يا ترى دكتور رح تسوق ذاكرته اكتر؟ ما بظن ابوكن وضعه افضل، وكتير من صادف هيك وضع بحالات المرضى يلي تعرضوا لمأساة. قصدك تقول انه ما في شي بخوف ما؟ حاليا لا، لكن ضروري يبلش بالعلاج النفسي بسرعة، وهو بهالحالة رح يعبي فراغ ذاكرته مع الوقت وبشكل ذاتي. رح دلكن على صديق إلي دكتور نفسي، بس مشان ما يختل توازن المريض الأحسن إلو يستمر بعلاجه هون. طيب شكرا كتير دكتور. عليه العافية. بالإذن. تفضل. لأمتى رح يستمر هالموقف تبعك؟ أي موقف أمي؟ ماني آخذ موقف ولا شي. أنت دائما بتبهدليني. ليكي أنا آسف كتير لأني بخيب لك أملك على طول يا أمي، والله عن جد. بس هذا هو ابنك، لازم تقبلي هالقصة. هذا هو ابنك وبس. طيب لا تكبرها، أنا مبارح عصبت شوي ومشي الحال. ماشي؟ يعني بس لو تفهمني أنت ليش عملت هيك يا بولانت.
ما تحملتن يتزوجوا. ما قدرت اتحمل كل هالسعادة هي، ما قدرت. مزبوط كان بدي انه يكونوا تعيسين، كان بدي اياهم يتوجعوا مثل ما انا توجعت. انت مو سألتيني ليش رحت على عرسهم؟ وانا رح قلك، بس اكيد الجواب ما رح يعجبك ابدا. شوفي امي، لما يروح تحسين لهنيك رح يعمل مشكله كتير كبيره وعياط وصريخ، ومنشان هيك رحت. وقتها كنت متشوق شوف وشه لجسور. شوف بولانت، أنا كتير بفهمك وبعرف إنه صعب عليك يا عمري، بس عن جد حالتك هي مانا طبيعية بولانت. أنا بعرف إنه بحماس الشغل بهي الانتخابات ما اهتميت فيك كتير وما درت بالي عليك كمان. ايه عم قول إذا منروح على دكتور نفسي. شو اللي عم تحكي أمي؟ عم تحكي عن جد؟ يعني طلعت بنظرك شخص مجنون؟ عم تلمحي لي اني انا مجنون؟ لا ابدا مانك مجنون روحي، بس انت اعصابك تعبانه كثير. هذا الشيء له مصلحه. كرمال الله خلصينا، اي مصلحه؟ فهميني وين مصلحتي لما تقولي عني مجنون؟ روق شوي، ليك انا عم بحكي عن هاي العصبيه بالضبط، ردود فعلك صايره قويه. ها؟ روحي لو سمحت خلينا نروح على دكتور بولان. ما بدي اسمع هالحكي منك بنوب، ولو شو ما صار ما رح اروح لعند دكتور. انا لسه ما طار عقلي ماشي، بس اذا بتضلك تضغطي علي بهالطريقه هي وقت عن جد عقلي بده يطير مني. لك غصب عني بدك تجنني؟ شو هاد يا شو بدي اعمل؟ خلاص لا تضايقوا حالكم هيك، بس يرتاح شوي بيرجع طبيعي، غير هيك وضعه ما انه سيء مثل ما نحن عم نفكر. اكيد بس يخضع تحسين كورلوداج لعلاج نفسي رح يتحسن ويصير احسن منا. شو سوهان؟ انت كيفك؟ ما صرتي احسن؟ ايه انا احسن، شكرا لك. الحمد لله على السلامه سوهان خانم. شكرا. يلا انتوا روحوا هلا، انا بدير بالي على ابي. خليكي قوية يا بنت، شو صاير معي؟ ليش شبني أنا بقى؟ ما بعرف، من امبارح متغيرة. بس معك حق، هالشي بخوف ما؟ ليكي أنا ما بقدر كون سيئة مثلك بنوب جاهدة، ولهيك لا تخافي. أي صح أنت خطفتيلي ابني، بس أنا ما رح ألمس لك بنتك. لا تحكي حكي سخيف وتعبي لي أعصابي جوليا. يلعني. لسه معصبة مني؟ كنت، بس منيح إنك لقيته. أنا ما كان بدي إياكي تزعلي. بعرف، يمكن لو أنا كنت بمكانك. خلص خلينا ننسى اللي صار، ما بدي أحكي بشغلات بشعة بعد اليوم. أنا بدي تصير شغلات حلوة. هو هيك، أنا بوعدك. الحمد لله اجيتوا. خير صاير شي مو منيح يا بيك؟ لا، حتى انا جايب لكم خبر حلو.
رضا مات. سفينة الشحن التي غرقت وسط البحر الأسود كان فيها 54 راكباً، منهم 36 راكباً تركياً. وسبب غرق هذه السفينة هو الحريق الذي نشب في غرفة المحرك. وبحسب معلومات خفر السواحل، أنقذ 15 شخصاً رغم كل الجهود المبذولة من قبلهم. ومن بين الذين فقدوا حياتهم المشتبه به رضا شيربجي الذي كان يحمل جواز سفر مزيف، حيث كان هارباً. وكان رضا شيربجي مطلوب من قبل الجهات الأمنية بعدة جرائم. سنوافيكم بالتفاصيل في النشرة القادمة. سمعتي جاهدة؟ عن جد فرحت كتير بهذا الخبر. يا ترى جسور وسوهان عرفوا؟ نحن وناطرين توقيف السفينة صارت حادثة ما توقعناها بنوب، حريق بغرفة محرك السفينة. ولما وصلت فرق الإنقاذ انصدموا من المنظر اللي كان صاير بالسفينة. نفد 5 ركاب منهم وما كان رضا موجود بيناتهم. طيب انتم متأكدين انه رضا كان بالسفينة؟ لأنه ممكن يكون ما طلع فيها أو نزل قبل ما تمشي. ايه بس قائمة الركاب معنا وجواز سفر رضا المزور مسجل هنيك، وطبعا في تسجيلات الكاميرات. نحن متأكدين انه ركب بالسفينة بس ما عنا اي دليل على نزوله. لحظة بس، أنا ما عم تزبط معي بالمرة. عن جد رضا مات مزبوط؟ والجسة؟ لقيتوا جسته؟ لهلأ عم يدوروا على جسته، بس بتعرف مو سهل هذا الشيء. إن شاء الله بيأكلوا شي قرش ومنرتاح من جسته على الآخر. والله الدعاوي ما راحت على الفاضي، ألف حمد وشكر إلك يا رب. قالوا نعم كورهان. ايه انا عرفت، اصلا سرحان بيك اللي خبرنا فيه. ايه ماشي بنحكي بعدين. طيب الله معك، سلام. معناها صار في امكانية تسحبوا الحراس طالما ما عاد في خطر. لا لا خليهم هون كمان فترة. شو القصة جسور؟ شايفك مو مصدق انه مات مزبوط حكي؟ لو سمحت يا بيك، هذا ما له علاقة بالموضوع، ووجودهم ما رح يضرنا بنوب، بالعكس أمان إلنا. ولهيك أنا بشوف إنهم يضلوا لفترة تانية كمان، مو خسرانين شي، ممكن؟ ماني قدرانة أتحمل أكتر، رح شوف كمان لحتى خبره. كمان؟ وينك أنت؟ رد علي؟ هون بالحديقة. كمال عندي لك خبر كتير حلو. شو كمشو لرضا؟ لا خبر أحلى. خلصيني قولي لا تحرقي لي أعصابي. رضا مات، خلصنا منه. شيرين أنت عم تحكي عن جد؟ إيه ما تفيني أتحمل، يا ربي سامحني. لك وقفي شيرين، احكي لي لشوف كيف مات رضا. طيب رح أقول للشباب إنه يبقوا مشان تطمنوا إنه ما ضل خطر عليكم. يعني طبعاً نحن كنا خايفين من رضا يجي لهون عن جد، وهلأ برأيي ما في لزوم يبقوا لفترة كبيرة. يعني بس لبعد ما نتجاوز هالمرحلة هي ممكن؟ طيب ماشي الحال، إذا صار تطورات بخبركم. طيب شكراً كتير لأنك جيت وخبرتنا. وليه. الله معك. خليني وصلك. طيب شو في جسور؟ أنا ما بدي أحكي قدام سوهان لأنه تعبانة وما بدي إياها تتوتر، لأنه التوتر بيضر كمان. حضرة النائب، أنا حاسس إنه في شي مو صح بهالقصة، يعني ليش ما بعرف. جسور أنت انسى هذا الموضوع، نحن عنا أسباب كتيرة لنصدق إنه رضا مات وشبع موت كمان. أنت روق. أنا فهمانك حضرة النائب، اسمعني. شوف أنا ما عم بقول هيك لأني ما بوثق فيك ولا لأنه ما بصدقك، يعني لا تفكر بهذا الشي. وما بدي تفهمني غلط، بس إذا ما بتتضايق أو لا بتنزعج مني حضرة النائب، أعطيني الصلاحية لأتحرى عن هالقصة، بلكي بيرتاح بالي أكتر، ممكن؟ طيب مو مشكلة أبدا، بس خبرني على طول. يعني متفقين هيك؟ طبعا بالإذن. مع السلامة. انتبه جسور. We'll be right back.
انزاح عن قلبي، ومن زمان ما حسيت اني مرتاحة لهي الدرجة. واخيرا رح نرتاح، راح الهم. بعمري ما فكرت اني ممكن افرح بموت حدا. جسور، واخيرا خلصنا. مو معقول صار رضا من الماضي. نشتري ومنبيع. قرب. ليك أنا هلأ بدي أسألك كم سؤال وباحترام. إذا ضليتك هيك ساكت وجاوبتني مثل الرجال فبعدك إني ما مد إيدي عليك. اللي شو بدك مني؟ انت اللي زبطت له لرضا جواز سفر مزور، ما هيك؟ لا مو انا. بعدين انا شو علاقتي بهيك شغلات؟ اصلا انا لي فتره منيحه ما شفته لرضا الحقير. غير هيك انا ما بعرف شي بامور التزوير هي، فلا تعب حالك. انت عم تكذب. قول الحقيقه احسن لك. انا بعرف شو في باللابتوب فلا تنكر. الانكار ما بيفيدك، ولهيك الحكي بيكون احسن لك. يلا احكي لي كل شي ولا بضرب راسك بهذا الحيط لحتى يتعبى هالحيط دم. طيب خلص روق. ممكن تهدى؟ كلامك صح، أنا زورت له جوازه، يعني دفع مصاري وزبطت له إياه. إيه حلو كتير. كمل لي السفينة. كمان أنا زبطتها. حلو. شفت قديش بتكون محترم لما بدك؟ إيه طيب، ورضا أفندي في احتمال إنه يكون نزل منا؟ ليش لحتى ينزل منا؟ يعني الزلمة لقى فرصة ليهرب من هالوضع؟ نفكر الأمور هاي بهالسهولة؟ كيف بده يعرف إنه السفينة رح تغرق؟ هلأ اللي من غيرك اللي زبط رضا لحتى ركب بشكل مو قانوني بهاي السفينة. ارفع راسك شبك، يلا قول. ليك أنا ما رح ساوي لك شي أبداً، فأحكي لشوف. رح قلك، في واحد تاني اسمه كايا، وهاد لهلأ ما مات، نفد منا، يعني هلأ هو بالمشفى. برافو عليك، اللي بأي مشفى. الغرفة 102. شكرا. أهلا وسهلا. مرحبا. أهلا وسهلا. أنا جاي أزور كايا أكسو، يا ترى شو رقم غرفته آنسة؟ رح دور على اسمه، عدلي يا رجاءً. كايا أكسو. أستاذ ما بصير تفوت لو سمحت. آنسة بترجاكي تهدي شوي، أنا من معارف كايا. أنا قلقت وإجيت أطمن عليه. شو وضعه يا آنسة؟ فيني أعرف كيف صار؟ في حروق كتير بجسم كايا وفاقد الوعي هلأ، ورح يضل فترة بالعناية المشددة. طيب إذا طلبت خدمة بتخدميني؟ رح أعطيكي رقم التليفون تبعي لا تتصلي فيني وتخبريني بس يرجع كايا للوعي. أنا رح كون ممنونك كتير إذا قبلتي بهالشي. طيب بخبرك، ليش لا؟ تفضل اكتب لي رقمك. طبعا.
شكراً إليك. العفو، شرفت. كيف بيفتح هذا؟ شكراً إليك، خاطرك. مع السلامة. جاهدة، خير فيك شي؟ لا أنا منيحة عمي. أنت ما أكلتي ولا لقمة من أول ما قعدتي. طلعي، أنت ما عم تاكلي بس من شان صحتك، فكري بحفيدتي اللي ببطنك. وهي لحفيدتك. ليكون عديم الأخلاق رجع يزعجك. يا الله، أنا شو دخلني هلأ؟ لا عمي بنوب، بهالفترة مو كبرت البنوتة لهيك ما عم بقدر أكل. طلع، سكر القصة بلا ما أفعسك برجليها. سكرت من زمان عمي، أنت لا تقلق من هالشي، وكورهان عم بيعاملني أحسن من قبل. ما بدي شوفك عم تزعلها، عم تفهم؟ سمعت يا بغل؟ شوف، لا تخلوني عصب عليكم، ما في شي أهم من حفيدتي بهالدنيا. عن إذنكم. ايه منيح يا بنتي، غزيلي حالك، يلا كلي يا روحي كلي، ما بدي حفيدتي تجوع. صباح الخير حبيبتي. ايه اخي، صباح النور. نحن رايحين نصوت، فقلت خليني خبرك. طيب، ونحن بعد شوي رايحين لهنيك، بس لا تتأخر كتير، لازم نكون مع مهربان. ايه طيب ماشي. كيف الأجواء بالبيت؟ يعني ماشي الحال. جد؟ والله تحسين كورلوداك رجع للملاعب، وحتى رجع بكل قوته. ايه الدكتور قال إنه رح يكون مثل الموج. هذا ما إنه موج، هذا تسونامي. طيب بس أحسن ما إنه ينطوي على حاله. هلأ إيمينة منه، أنت كيفك؟ شلونك مع جسور؟ كتير منيحة، أنت لا تقلق أبداً أخي. يلا بشوفك هنيك. كيفه أبوكي؟ منيح، كتير منيح، حتى عم يقلي أخي إنه راجع على الملاعب وبقوة كمان. اليوم حاسسني قلبي إنه مهربان خانم يلي رح تفوز. إن شاء الله إن شاء الله. أخذتي هويتك ما؟ إيه أخذتها ليك معي. معناها رح نلتقي عند الصندوق يا جماعة. إيه ماشي، باي. سلام، الله معك. من هلأ بهنيكي يا خانم. شكراً كتير إلك، بس لسه ما بيّن مين الفائز. بس الأكترية معي. أنا واثقة أنه أهالي كورلوداغ رح ياخدوا القرار الصح. إن شاء الله، أكيد. تسلم. كأنك بلشت تحكي مثل رجال السياسة. مرحبا. مرحبا، اهلا وسهلا. ان شاء الله هالمنصب لك. ان شاء الله يا روح، رح نصوت لك. الف مبروك يا خانم. شكرا لك. اهلين جسور. اهلين وسهلا. اهلين سوهان، صرتي احسن ما هي؟ ايه الحمد لله، انت كيفك؟ والله انا متحمسه كتير، ان شاء الله بيصير اللي فيه خير لنا كلنا. وحياتك رح يصير، وانا واثق، والاهالي شافوا كل شيء على حقيقته، الكل عرفوا الصح، فانت لا تقلقي ابدا. انتوا بتعرفوا قديش اشتغلنا لصار هيك. يلا روحوا وصوتوا، إن شاء الله بتفوز. شكراً إن شاء الله. مرحبا. أهلين كورهان. بالتوفيق. مهربان، شايفك أخذ راحتك كتير بهي الفترة، ما هيك؟ كأنه غيابي نفعك ومرتفع صوتك لفوق. طبعاً يا تحسين، لما اختفيت أنت وشركائك بالجريمة فوراً نضيف الجو بالبلدة وصرنا نتنفس براحتنا. بلا ما نتعب بابا أكتر كرمال صحته. يلا بابا خلينا نفوت نصور. دقيقة دقيقة يا ابني، مهربان ما خلصت حديثة، خليها تكمل. تفضل يا مهربان، مين هن شركائي بالجريمة؟ خلي ذاكرتي تتجدد. كنت ماسكهم من رقبتهم راحوا وانتهوا تحسين، ومن اليوم البلدية اللي كانت مملكتك الأخيرة رح تصير مؤسسة ومستقلة عنك كمان. يعني عصرك خلص وانتهى تحسين بيك، وما ضل لك شي هون. انتبهي على كلامك مهربان، من شان ما تندمي بعدين لأنك قلتي هذا الحكي. وحياتك تحسين، ما بندم على شي قلته. هلأ أنت عم تضحكي ما هيك؟ بس خلينا نشوف إذا كنتي رح تضحكي بعد الانتخابات. سكر شبابيك بيتك منيح يا تحسين، لأنه خاف إنك تنطرش من قوة صوت ضحكنا عليك. يلي بده يخاف منك بيكون مثلك يا مهربان. ليكي، إذا فزتي بالانتخابات أنا رح وزع أكل على كل أهل كورلوداغ.
كلكم سمعتوا ما هيك؟ هلا اسمعوا اللي رح اقوله. إذا فزت أنا بالانتخابات تحسين كورلوداغ رح يعزمنا على الأكل عنده بالمزرعة. ليكي اوعك تتأملي لأنه على الفاضي يا مهربان، ما رح تفوزي. يلا تحسين يلا روح صوت. مهربان خانو أنا متأكد من الفوز. الله يسمع منك بالإسم. شكرا لك، يسلموا. ايه صح عمي، يلا انت روح على غرفتك وارتاح احسن لك ما هيك. لا مستحيل، خلي ثانية تفوتني من هالمسخرة هاي، رح اقعد واتفرج. تحسين كورلوداغ طلع من الهزيمة كأنه منتصر. تذكر كيف كان يتصرف بالاحتفال مثل المختار. والله انا خايفة يجي حدا ويقول له شي بخصوص عادي لخانه. خليت جاهد عنده، ما رح تسمح لحدا يقرب عليه. أهالي كورلوداغ الأعزاء، أهلا وسهلا فيكم. أنا حابة أتشكركم كتير كتير على الشي اللي عملتوه. اليوم صارت معجزة كبيرة، نحن كل سكان كورلوداغ غنينا مع بعض غنية بصوت واحد، وبهاليوم الحلو هاد الشمس اللي كانت مختفية من سنين ظهرت من ورا هالجبال وشفناها. من أولها صارت تحكي بلطف، بس هذا جنس حوا، شو منتوقع غير هيك؟ اليوم خليتوني يكون رئيسة بلدية، ومن هلأ ورايح أنا رح كون بخدمتكم كلكم. هلأ بلش التغيير بكورلوداغ، حتى تحسين بيك عم يفكر مثلنا اليوم، وإلا ما كنا رح نقدر نساوي هيك احتفال حلو هون، مو هيك يا تحسين؟ ومرة تانية برجع بتشكركم كلياتكم، شكراً. وتحسين بتشكرك على هالاحتفال الحلو كمان، شكراً. بتحبي نمشي؟ لا أنا منيحة، فينا نبقى شوي. مرحبا سوهان خانم. يا أهلي، سمعنا بيلي صار، الحمد لله على السلامة. الله يسلمكم. مو معقول هالشي يصير خصوصي بيوم العرس. يا آنسة، نحن شكرنا الله ونسينا الموضوع، نتشكركم كتير. خاطركم. ألو نعم، أنا سهر. كيف؟ أنت متأكد؟ طيب لو سمحت ممكن تبعت لي إياهم بالإيميل؟ شكراً كتير لك، يسلم. خير، شو الموضوع؟ قال ملاقيين مادة سامة بنسبة عالية بتحليل دمي اللي عملوا. شو هالحكي هاد وشو يعني اللي قالوا؟ يعني إنه في حدا حاول يسممها، هيك يعني يكون هان. الدكتور قال السم سبب يلي تعرضت له. أنينة المي، لما كنت قاعدة بالغرفة عطشت وكان في أنينة مي، وقتها شربت منها وكانت مفتوحة قبل، أكيد منها لأنه ما أكلت ولا شربت شي برات البيت غير هالمي. كنت عارفان، أكيد هذا رضا، أكيد هو اللي عمله. أصلاً كنت عارفان إنه ما رح يترك الشغلة بهالبساطة، وبعرف ومتأكد إنه هو. جسور بتعرف إنه أخذنا تدابير أمنية، يعني ما بيقدر يقرب، خصوصي من منطقة العرس. طيب بلكي بعد حدا يعمل هالشي، يمكن عنده شريك مثل ما خلى صالح يقتل أمي، بجوز عنده شريك وهو نفذ الموضوع. طيب مين اللي رح يساعده بهذا الشي؟ الكل بيعرفوا إنه مريض نفسي ومجرم كمان. ما بعرف، بس في حدا فات على العرس وبيقدر يساوي هيك موضوع. أكيد حدا منعرفه ونحن ما منشك بوجوده معنا، بس مين؟
أنا بعرفه. بولانت. لكن طالما أنه أمك صارت رئيسة البلدية فلو شو ما صار ما رح تتبهدل يا بولانت، وماشي حالك بالعشق بما أنك عم توقف جوازة جسور وصوهان بأي شكل. والله أوعك تحكي حكي فاضي وتخبصي، أنا مالي علاقة بكل هالموضوع. لكن ليش أنت إجيت على العرس يا عيني؟ شو كنت بدك تصرخ وتقول وقف وأنا عندي اعتراف؟ جاوب، رح تضل تنكر؟ أنا كنت هنيك وشفتك. طالما جسور ما عزمك على العرس ولا شي فحضورك للعرس مو قانوني، يعني مثلي أنا. سمعاني شي بهالمثل؟ بيقولوا يلي بيحكي كتير بيقصر عمره. بس بعرف مثل تاني يا بولانت، يلي بده يرميني بوردة أنا بدي أرميه برصاص. بتعرفوا لهالمثل؟ خلاص خلصي ونلعي، روحي روحي من هون. يلا يلا. إذا بيكون هالحكي صح هالمرة ما حدا رح يقدر يخلصه من إيدي. يعني ما بظنيت مادة لهي الدرجة. لك ليش ما عم تصدقوا؟ عم قلكن شفته بعيوني، هدول كان طالع من غرفة العروس قبل ما توصلوا. على كل حال هلأ النائب بيخبرنا. لنشوف. لك واضحة هو راح لعند عمي وخبره بكل شي، سودت الدنيا بوشه وعم بيحاول يساوي كل شي بيطلع بإيده مشان ما تتزوجوا. شو قالوا؟ هو كان موجود هنيك؟ للأسف هو إجا مع مهربان على العرس، الكاميرا وضحت فوتو وطلعته من غرفة العروس. لك ما قلت لكم؟ شو صدقتوني هلأ؟ جسور، وين رايح؟ استنى جسور. جسور جسور اهدى لو سمحت. جسور جسور روق شوي. وقف جسور. لحظة بس جسور. خلص اهدى لو سمحت. انا رح موتك تذكر هالشي. انا رح اروح من هون. انت شو عملت جسور؟ خلص لو سمحت جسوركم. لك مو قلت لك لا تقرب على سوهان؟ تعال واجهني مثل رجال. ولك لك عن شو عم تحكي؟ انا ما عملت لها شي. اوه بعد شوي. خلص اتركوني قدام العالم. جسور لو سمحت. خلص اهدى شوي، طول بالك. خدو من قدامي أحسن ما أفعصه برجلي. جسور بولانت قادم باش، بدك تجي معي على النيابة. فرحان بيك، شو عم يصير؟ ليش لا يروح ابني على النيابة؟ جسور لحظنا. جسور شو صار لك؟ اهدى بقى خلاص اهدى جسور. روك القصة لألي. جسور خلصنا. الشي اللي عم تساوي غلط. شوفي يا بولانت، مهربان خانم هلأ بشرح لك الموضوع. تفضل. آخ شو شمتاني، شفي قلبي على الآخر. بعمري ما حبيته لهذا الندل. يعني فوتو على الغرفة ما بتعني إنه هو اللي حط السم. ليكي سوهان لا تدافع عن عديم الشرف قدامي. مو دفاع، بس أنا مو مصدقة هالشي بنوب. كيف بيقدر يعمل فيني هيك؟ هذا أكيد طاق مخه من الغيرة. أصلاً من زمانه هو وراي، ولهيك إقناع رضا إله ما كان صعب كتير. أول شي حرق بيتي وبعدها وقعني بفخ وحاول يقتلني. عم يعمل كل شي بيطلبه رضا، بس هذا الغلط غلطي أنا. من البداية كان لازم روح وبلغ الشرطة عن هالحقير، بس أنا ما عملتها. كان ترك القرار لبانه خطأ كبير.
عن جد غلطت. لو أنا محلك كنت اعترفت باللي عملته، لأنه بالآخر رح تحكي. ما عندي شي حتى أقوله. مو أنا يلي حطيت السم لسهان. طيب، كنت بعرس مانك معزوم عليه، وغير هيك في عداوة بينك وبين جسور والكل بيعرف، فليش رحت؟ كنت بدي أشوف سهان، مو أكتر من هيك، وأتمنى له السعادة كل العمر مع جسور منشان ما يضل عداوة بيناتنا. هي هي كل القصة. بولاند بيك، أول شي حرضت أبو العروس مشان يلغي العرس، وبعد هيك رحت على العرس، ومثل ما قلت رحت مشان تتمنى السعادة للعروس. متوقع صدق اللي قلته؟ شوف، أنا 100 مرة صرت أقول لك إنه ما كان عندي أي نية لخرب العرس تبعهم. أنا رحت قلت لأبوها مشان ما ينخدع أكتر من هيك. تحسين بيك بحق له يعرف مين بيكون عريس بنته، وأنا قلت له. من لما احتك بولانت بتحسين كورلو داغ عم يتصرف بغرابة يا بيك، بس ما بعرفه حاقد على تحسين ولا أنه بده يفوت بحرب مع تحسين ضد جسور بيك وغيره. مفهوم. مهربان خانم، بتصدقي أنه ابنك ممكن